السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كان نعاني عندي واحد المشكل مع الأخ ديالي والأخت ديالي، أنه معدين عليا بزاف، جراو لي على الكراية ديالي، هما هو مصدر رزق ديالي، كيحبسوني على داري، كيديروا لي الزكروم، ما كيخلونيش ندخل داري، كيدخل سيدي الدار شريتها أنا والأخت ديالي، شريكة أنا وياها في الشهادة الملكية مشاركين فيها أنا وياها، يعني هو ما داخل فيها ما كيتسال ولا وشي بر في ديك الدار، أنا والأخت ديالي صافي فقط. هو ياك جا كضيف كتشدو كتحرشوا عليا، هو ما ساكنش، هو عنده دارو يعني عنده واحد الدار ديالو، يعني هو ما داخلش معنا شريك في ديك الدار، شريتها أنا وياها في 2005، ومع ذلك هي كتحرشوا عليا، جابته تما على أساس عطاتو واحد البيت الفوق، قالت لي خرجها منه وجري لها على الكراية، لأن هي اللي كتحرشوا، حرشته هي، محرشة عليا الأم ديالي، محرشة عليا خوتي، محرشة عليا هي كل شيء، يعني هذا الشيء كامل كيديروا على أساس باش أنا نخرج من داري. باش الدار تاخذها هي وياخذها حتى هو، هما جاو كانوا صافي تقريبا في 2014 جاو كيحوموا عليا، كيقولوا لي شوفي خذي واحد 12 مليون وخرجي من الدار. قال لي شدي 12 مليون خرجي من الدار، إلا ما خرجتش من هذيك الدار راه غتعيشي الجحيم والعذاب في هذه الدار. هي هذه. مع ذلك مؤخرا في تقريبا شي 4 سنين دابا تقريبا، ولاو كيطلق عليا الكرايه بجوج هو وياها، راه درت بهم دعوه، عندي شكايات في المحكمه، راه هما جاريين في المحكمه. دابا انا كان شاري انا ويا الدار، حب قسمنا انا ويا حبيا، ما قسمناش في الاوراق، دابا هي شاده في السميات مشتركين بجوجنا، انا ويا قسمنا حبيا، ما قسمناش عبر المحكمه، قسمنا حبيا، هي شاده طابق انا شاده طابق، واللي ما باقي هي كتكري وانا كنكري، هي كتكري وانا حابسني على الكرايه، اللي جا كيبغي يكري كتجري لي على الكرايه هي وياه، هي والاخ ديالي، دايرين لي عندي فيديوهات مصوره وعندي فيديوهات، عندي الشهود، الناس مشاو شهدوا بلا انه كيتعرضوا ليهم، كيديروا لي الزكروم، كيدخلني غير الامن الوطني لداري، كيمشيو سيدي كيضربوني، كيتعدوا عليا، كيمشيو يجيبوا شواهد طبيه، انا ما عرفتش الناس ملي كيجيبوا شواهد طبيه وما فيهم حتى شي اثر الضرب. نعم شواهد طبي كيقولوا ان حنا راه مضروبين حنا هادي، هما راه الناس ما فيهم حتى شي اثر للضرب، كيجيبوا شواهد طبي مع الناس اللي كيجيبوهم، مع ذلك كيتعرضوا لي الكرايه، كيديروا لي الزكروم، كيطعنوني في شرافي، السيد كيبدا يدردك عليا الليل كامل ما كننعش، كيبدا يدير الموسيقى بالليل، كيدير لي الشنيور بالليل، اسيدي انا وليت في داري كناكل العصا في داري، تهجموا عليا ماشي مرتين، تهجموا عليا هرسوا لي مواعن، ضربوني وسط داري، ضربوني في الشارع اسيدي، يعني ماشي مرتين، هاد الناس زادوا فيه بزاف، ما قالوا لي جهدك جري، قال بغى يخرجوني، بغى يشردوني للزنقه والدار في سميتي انا، بغى يشردوني، حتى من الزوج ديالي جراو عليه من الدار، انا كنعيش انا وبنتي حاليا كنتواجد انا وبنتي في الدار، بنتي صغيره يلاه عندها عامين، ولات مسكينه كتخاف بالرعب، وليت اسيدي ناعسه في داري وكنقول غيدخل عليا دابا غيدخل عليا، وليت كندير تليفوني كندير فيه الفيديو، كنطلع بالفيديو كنهبط بالفيديو، هاد السيد في اي لحظه يضربني، ديجا ضربني زرق لي عينيا، هذا خويا واختي، خويا زعما من امي وبا كيتعداو عليا. ما كاينش، قال لك نقتلوك، الناس بغا يحاولوا يقتلوني، راه كيهدوني حتى بالقتل، كيطعنوني في شرافي، بغا يجرعوا عليا من داري، وانا راه عديد ديال الشكايات ديالهم في المحكمه، راهما جاريين في المحكمه. خويا اللي ضربني واختي اللي ضربوني. ها؟ ضربني واحد تيو فيه بحال السلوكه. كينزلني يضربني في داري، دخل عليا في النص الليل، تهجم عليا ماشي مرتين، تهجم عليا في داري، السيد بغى يقتلني، قال لي باش تخرجي من الدار، كيديروا لي هذا الشيء كيطجوني باش نخرج من داري. درت عديد من الشكايات السيدي يا استاذ، درت عديد من الشواهد الطبيه، وانا اش نقول لك، انا كنشكر سيد الوكيل بمحكمه اين زكان، راه دار فوق مجهوداته مسكين، الله يحسن عوانهم، كنشكر البوليس ديال الدائره الثانيه اللي بتشيره، راه داروا فوق مجهوداتهم، هذا السيد راه عيق، راه هاد السيد راه عياه، وراه ماشي كاين غير انا ولا هما، واش هاد الناس ديال المخزن غيبقاو حاضرين غير حنايا، هاد الناس راه ما كيعياوش، هادشي راه كيتكرر يوميا في داري، هادشي كيتكرر في الشارع، مؤخرا سيدي تقريبا نقول لك شي سيمانه، تهجم عليا في داري بالليل، الغد الاخر سيدي تهجم عليا تكرفص عليا، هزيت تليفوني بغيت نعيط للبوليس حيدوا ليا، الغد الاخر سيدي باش يصبح الحال مع الوحده تقريبا بالحد. مشيت اسيدي باش نديكلاري بيهم باش نجيب البوليس، تلقى لي سيدي في الشارع العام قدام المقهى، والمقهى فيها كاميرات، وهما راه دايرين الدار فيها كاميرات،
وران البوليس خرجوا جبدوا بغا يجبدوا الكاميرات اللي دايرين هما في الدار، اللي دايره الاخت ديالي وخويا دايرين في الكاميرات في الدار، لان اللي كنتعرض قدام الكاميرا دي اللي دايرين هما هي الضرب والعنف. ومني كنتابعني مني خرجوا البوليس باش يجبدوا الكاميرا، قال لي الكاميرا راه خاسره والكاميرا راه شاعله، الكاميرا خدامه. مني خرج البوليسي باش يدير المعاينه الكاميرا ديالهم، قال لي اسيدي خاسره. مني جا ما لقاش دي في اير البوليسي، انا كنطالب تحقيق يجبدوا الكاميرات، وكنطالب بشرطه علميه وتقنيه تخرج دير مراقبه ديال الكاميرات، لان خرج غير شرطي ديال المقاطع ديال الدائره الثانيه، قالوا لي راه خاسر دي في اير صافي رجع فحالاته. وكاينين كاميرات شاديني في الشارع، وكاينه الكاميرا ديال القهوه، انه كان كينعنف فيا وكان كيسلخ فيا وكان كيشتف عليا بحال البطانه وقدم الملاء وكلشي كيتفرج. وشدني مؤخرا قلت لك بالحد، انا غدا باش نديكلاري نجيب البوليس، شدني تعدى عليا قدام الملاء قدام القهوه وكاميرا كاينه، مشاو عضموا القهوه تبرو فيه، قال لي لا عطيتيها الكاميرا هاودنا منك، ما تعطيهاش الكاميرا وما تعطيش البوليس الكاميرا. اش نقول لك اخويا؟ الله اعلم، انا الله اعلم، انا ما كنتدخل فيه. راه السيد كيهددني بالقتل، كيهدوني بالقتل، بقى يقتلوني انا وبنتي، انا راه دابا في داري وليت مهدده، راه غدو بعد غدا نقدر نصبح ميته في داري. هاد الناس كيهدوني، ولاو كيجيبوا لي الشمكاره كيحطوا لي قدام الباب، وعندي فيديوهات مصوراهم، كيجيبوا لي فيديوهات عندي كيجيبوا لي الشمكاره كيهدوهم لي قدام الباب، وعندي فيديوهات كيبينوا وكيهدوني. مني كان الشمكاره كنعيط للتليفون للبوليس كيجيو يدوهم، كيدوزو 48 ساعه دوك الشماكريه. ومني كيسولو البوليس كيقولوا لهم اشنو كاين، كيقولوا اره خوها وخوها واختها هما اللي حرضونا عليها، هي محرضه امي، محرضه خوتي، محرضين كلشي عليا. هاد الناس بغيت يطجوني من داري باي طريقه. حاطين عليا سيدي باش نخرج من داري، هذا هو الاساس ديالو، باش الدار يشدوها باش هما يشدوا ديك الدار. صافي الناس كيحوموا عليا، قالك خذي 12 مليون وخرجي، الا ما بغيتيش تخرجي غتعيشي الجحيم. وانا كنشكر السيد الوكيل بجلاله الملك بن زكان، راه دار فوق مجهوداته، راه عياو، والبوليس حتى هما اللي بالدائره الثانيه راه عياو، الله يجعل البركه. هادشي راه كيتكرر يوميا، قلت لكم مع ذلك مؤخرا السيد تعدى عليا، ضربني جسديا، تكرفص عليا مزيان، بقى كيشتف عليا بحال شي بطانه، والناس مساكن بغى يفكو وهرب. مني شتف عليا طحت انا، غيبت، جاتني غيبوبه طيحت صافي، باقي كيشتف عليا، هرس لي فمي، هرس لي اللحم ديالي كله مدقدق، ضربني في العين ديالي زرقها ليا، درت شهاده طبيه ما يثبت فعلا ما تضرب، عندي شي درت شكايه عند السيد في المحكمه، راه كاينين الشكايه ديالي في المحكمه، يعني هاد السيد درت بهم عديد شكايات ما يزيدش 20 شكايه، راه هما جاريين في المحكمه. في التليفون ها انت سيدي انت سيدي وهاد الضرابي فاش درتي الشكايه ما تشدش شدو على داروا ليه سميتو انت سيدي ها داروا ليه ضربني بداك السلك فيه التيو فيه السلك. ومع ذلك سيدي السيد الوكيل عطى التعليمات ديالو، داروه تحت الحراسه النظريه، نهار الاثنين خرج خرج حالون على جلسات. ايوا يا دي سيدي مؤخرا قلت لك ما كملتلكش الموضوع، مؤخرا قلت لك تشدني طيحني بقى كيشتف عليا، الناس مساكن بغى يفكو هو هرب. مني شتف عليا اغميه عليا صافي طحت فيما تلقى معايا كزرق لي عينيا كيضربني، قال لي غنقتل ديال امك انا الحبس مشي لي. هاد الناس ما خافينش من الحبس، ما كيخافوش من القانون، قال لي جهدك جري، القانون حنا ما كنخافوش منه، جهدك جري واللي فيما بغيتي تمشي سيري، سيري طلعي فيما عجبك، ما كنخافوش حنايا. ورا عندي ما يزيد شي 20 شكايه عند المحكمه. ايوا نعم سيدي شي 20 شكايه تقريبا، ما يزيد شي 20 شكايه راه هما سيدي في المحكمه جاريين. قلت لك مني شدني شتف عليا هرب، هربوا ما يشدوه الناس، ملي يشدوه السيد اتصلوا بالبوليس، اتصلوا بلابيلانج، جات السيدي هو يجي، ملي يشدوه الناس جا طاح حدايا، زعما على اساس هو باش يتهرب على العذاب اللي داير ليا، جا هو طاح حدايا، ملي جات لابيلانج وجاو البوليس لقاوه هو طايح حدايا، والسيد ما فيهش حتى شي اثر الضرب، وجاب شهاده طبيه، ان السيد ما فيه حتى شي علامه. مشى جاب شهاده طبيه وقال لهم انني انا مضروب، قال لهم راه ضربتني بحجره، انا خارج من الجامع ضربتني بحجره، هادشي راه ما كاينش، وكاينين كاميرات وكاين الساعه وكاين اليوم، هادشي ما كاينش. والسيد كيمشي يجيب شواهد طبيه، سيدي مش كيجيبوا شواهد طبيه الله اعلم.
عايشه في الجحيمه سيدي، عايشه في الجحيمه السيد. طالبه سيدي كنطلب حقوقي، كنطلب القانون ينصفني، كنطلب من المسؤولين يعطوني حقي. وانا كنوجه ندائي لجلاله الملك سيدنا الله ينصرو، الله يخلي ليه وليداته والله يشافيه، يشوف يدير تحقيق عميق في هذا الشيء. لان انا كنتكرفص، راني كليت العصا في داري وخارج المنزل، وكنتعنف في منزل ديالي وداري اللي شاريه انا بفلوسي، وكنتعذب فيه انا ما ورثها لا من مي لا من با، وشاريه برزقي، وكنتعذب في داري وكنتعذب في الزنقه. هاد السيد هاد الناس اش بغاو عندي؟ هاد السيد انا ما بغيت منهم والو، غير يخلوني نعيش بسلامه من ديك بنتي. ما بغيت، كنطلب من المسؤولين يوقفوا معايا، وكنطلب من الملك الله ينصرو، سيدنا محمد السادس الله ينصرو، يوقف معايا ويدير تعميق البحث في هاد الشيء. انا راني كنتكرفص، راني واكله العصا في داري، وكنطلب من سي الحموشي حتى هو يدير تعميق البحث في هاد الشيء، لان الكاميرات راه شادين على كل شيء. وكنطالب بالشرطه التقنيه والعلميه تخرج دير مراقبه لهذوك الكاميرات ديال القهوه وديال الشارع ديال مول الالومنيوم وديال الدار ديالهم، عندهم كاميرات ومشاو كيتبرعوا في الناس، كيقولوا ما وياكم تعطوهم الكاميرات، والكاميرا حتى هي راه عندهم في الدار، كيعنفوني قدام الكاميرا ديالهم اللي عندهم في الدار، وكليت العصا قدام الكاميرا، وحتى الكريه ديالي كياكلوا العصا قدام الكاميرا. ومع ذلك ملي كيخرج البوس كيقولوا عطونا الكاميرا، كيقولوا دي في اير ما كاينش. علاش؟ انا كنتمنى في تعميق البحث، انا كنتمنى من المسؤولين يوقفوا معايا يديروا تعميق البحث في هذا الشيء. انا راني مظلومه في داري واكله العصا، واش انا داري شريتها برزقي وكناكل فيها العصا؟ واش السيد ما كيتسال ولو شيبر في الدار وعنده دارو، وكيتهجم عليا في داري وكيوكلني العصا؟ هو صحيح عليا، واش عاجبه الفورمه ديالو؟ انا راه امراه ضعيفه، واش عاجبه قلدته؟ السيد قال لي نقتلك وصافي، نقتلك ومشي عليك الحبس. هو لا اله الا الله، والله خليت ليهم الله سبحانه وتعالى.